شوي مدوغ اللبن مدوغ القدم. شو عم تعمل؟ صعب اتاخر على التمرين. حسن برحمش حبيبي انت وحسن لا تحكي بالاكل بتمك، خلص اكلك وبعدين بتروح على التدريب، لاحق. يلا سلام. لك وين رايح؟ لك يقطع عمره هالتدريب. لا ما راح تعرفي. ولا غليظ. بيت جاكيتك لما تخلص، برد الدنيا. ماشي. بتضحكوا علي؟ قيس حاج غلاظة. يعني بموت انا بشوفك ضارب العصب تبعك، بدخيل هالنظرات. مو ضارب العصب تبعي، انتوا اثنين غلاظ. بعدين بالعكس انا مبسوطة انكم بتحبوا بعض. وانا كمان مبسوط. لك ان شاء الله الف 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 مبروك. بارك فيك يا حبيبتي. بدي اعمل لك جهاز، بدي اعمل لك فستان احمر وفستان اخضر، بدي اعمل لها تنوره صفراء، فستان العرس بدي اعمله احلى من فساتين المسلسلات، ليكي بدي اعمل لك عليه هيك ورد، هون مشكشك ورد 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 ورد، وعلى كل ورده بدي احط له لقي هالقد، وهون بدي اخليه كلياته نازل سيلان وورد وخرز غير شكلك، غير شكل بدك تطلعي تقبري عظامي يا حبيب قلبي يا عمري. يا هذا الولد مو معقول والله العظيم. خلصنا بقى بده يتعلم يضب من وراه، مو فاتحته اوتيل انا. ايه راح يتعلم فورا معك حق. عم تمسخر؟ لك طبعا عم تمسخر، عم تعاملي معه كانه له زمان معنا، ما له شيء الولد يعني ساته جديد. لك لا قيس عايش معنا الولد، خلصنا بده يمشي على قوانيني، طالما عايش معي بيمشي على قوانيني، انا بورجيه. لك دخيل قوانينك والله العظيم تعبت بس عم ضب. سلمى طب نحن شو مشاننا؟ شو مشاننا؟ يعني مو حاسه هيك انه صار لازم نكبر عيلتنا مثلا؟ بتحكي جد؟ طبعا عم بحكي جد. ويعني اذا ما بدك عادي قولي لي يعني، بس انه حسيت بما انه يعني حلينا مشاكل الماضي صار لازم نبلش نفكر بالمستقبل، مستقبلنا يعني نحن مع بعض. شو؟ ايه بنحكي بالقصة. نحكي بالقصة؟ ما بدك يعني؟ لك لا بس انه خلص خلينا نحكي بالقصه غير وقت، يعني مو وقتها هلا نحكي فيها. هلا قاعدين ورايقين ومبسوطين ما؟ ايه بس بوعدك بنحكي. ايه ماشي نحكي. يا اخي سبحان الله، حاسس ان الوقت هني يعني مر بسرعه. اتذكر اول يوم وصلت كاني امبارح. هو صحيح يعني الوقت مرق بسرعه كثير استاذ، بس انت عملت كثير بالمخيم، واضح الشغل قدامك. وانت بعد يا ممتاز ما قصرت، بيض الله وجهك. يعني بتذكر اول يوم اجيت فيه سالتني عن رايي بالمخيم. صحيح. انا بهذاك اليوم يمكن ما فهمت قصدك، بس بعد الفتره هذه اللي قضيتها في المخيم فهمت شو تقصد. تبغى صراحه؟ راح اشتاق كثير للمخيم وللناس هني. لا تزعل مني. أنا بحبك، ما في شيء بالدنيا كلها أهم منك، بس أنا ما بدي أجيب أولاد هون، مو هون ومو هلأ قيس. شلون بدي أشرح لك إياها؟ أنا وأنت انحطينا بهذا الظرف وما كان بإيدنا، صح؟ نحن عايشين بمخيم، وهذا الظرف انفرض على كثير ناس، وأنا صرت أحبهم وصاروا مثل عيلتي، بس ماني متأكدة إنه بدي أجيب ولد هون. أنا وأنت وصلنا هون على المخيم وما كنا عارفين أي شيء عن المستقبل. نحن اثنين كنا بيننا مشاكل وغرقانين بهمومنا وغرقانين بقصصنا وبكل شيء صار معنا وبوجعنا، وما لحقنا حتى نسأل حالنا سؤال مهم: شو بدنا نعمل بعدين؟ وين بدنا نروح؟ بدنا نكفي هون؟ بدنا نروح نسافر؟ بدنا نرجع على الشام؟ أنت بتعرف جواب لهالأسئلة؟ أنا بعرف إنه بدي إياك تضلي معي، ما بكفي؟ بكفي، بكفي وزيادة، بكفي إلي. وإذا بتطلب مني ضل هون طول العمر بضل، وإذا بتطلب مني روح معك لأي مكان بالدنيا بروح. بس شو ذنب أروح؟ إنه نحكم عليها وعلى مستقبلها، إنها تخلق هون وما تعرف أي شيء بالدنيا برا، لأنه أنا وياك ما عرفانين شيء. خلص سلمى معك حق. يلا قوم، بلا ما تتأخر على الأولاد. ماشي. بتعرفي اوقات بحس حالي عم بنسى كيف كان شكل الحياة قبل ما نيجي لهون. في شيء بذاكرتي انضرب خلص، يعني ما عم اقدر اتذكر التفاصيل. عن جد ماني عرفان اذا بعرف سوق سياره لهلا انا ولا لا. الشوارع الشام نسيان كيف شكلها، حياتنا التفاصيل الصغيره اللي كانت عنا عم بنساها. البوصة اللي كنا ناكلها بآخر الليل بغرفة النوم نسيانها. في شي غلط. سلمى وأنا كمان بيهمني أولادي يعيشوا حياة كويسة، بيهمني على القليلة يعني إذا طلعوا من هون ما ينصدموا بالحياة كيف شكلها برا. يلا بشوفك. الله معك. الو 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 كريم. الو الو كريم حبيبي، سامعني؟ عم تسمعيني سلمى؟ كيفك حبيبتي؟ ايه حبيبي الحمد لله، كيفك انت؟ تمام الحمد لله. كيفه قيس؟ منيح الحمد لله، ماشي الحال. ايه الحمد لله لكان. طيب قلوبي ما بدي اطول عليكي، شو صار معكم بموضوع السفر؟ ما صار شي والله يا كريم، لسه مطوشين شوي. لك مطوشين بشو يا سلمى؟ والله اثنيناتكم مجانين. لك حدا بيصح له يغير حياته للأحسن وبيقول لا؟ ليكي سلمى هاي الفرصة ما بتصح لمين ما كان، وفترة صلاحيتها ما بتضلها لآخر العمر. إذا ما تحركتوا بسرعة ما بتعرفي يروحوا يغيروا رأيهم هون، بكرة شغلة واحدة بتصير بأمريكا تنقلب الدنيا فوقاني تحتها. حبيبي والله بعرف، بس هي يعني عم حاول فسر لك إنه هي قصة بتاخد وقت وبدها إجراءات، وبعدين لسه لنخلص وراء قيس، يعني معلش اصبر علي شوي بس. طيب أنت قادرة، أنا بالنهاية بدي مصلحتكم والموضوع بيرجع لكم. بس في شيء تاني ما بعرف إذا انتبهتي له ولا لا. شو في خير؟ ما بدي خوفك يا روحي، صدقيني ما في شيء ضروري يعني، بس انت بتعرفي انه امك مرة كبيرة ومريضة وعلى الله واسم الله، بس لازم تعرفي يعني انه روحتها على المستشفى عم تكتر وحركتها قلت وما بتحكي بشي غير سلمى وسلمى. كريم والله خوفتني. انا اسف والله، ما كنت بدي اقلك لانه ما كان فيك تجي، بس هلا خلص بتقدري. حبيبي أنا لازم أروح، بس القصة ما بدها كتير تفكير، وإذا كان على قيس بتحبيه أنا بحاكيه وبفهمه الوضع. لا لا أنا بحاكي ما تقلق. طيب لكان برجع بحكيكي، إذا مو اليوم بكرة. ماشي حبيبي، إيه باي. يعني على الدفاع انا بدي اروح اهجم وارجع العب دفاع، لا خليه على الجول كثير احسن. طب اول شيء هذا كثير كويس، انت عم تروح وترجع، بعدين مصعب تحديدا لازم نعطيه فرصه نحن، لانه يعني بحاجه انك شوي تدعمه، شوي تلعب له باصات، تحسسه بقيمته شوي بالملعب. بعدين انا حاسسته متحسن على فكره. متحسن شو؟ اخر مباراه اكلنا جولين بسببه. اي لا بس متحسن، قبل يعني لو عم نحكي نحن من شهر بتحط لك شي 15 جول فيه. ممكن اذا بتريد يروح بس يتحمم ضروري. نعم روح تحمم بسرعة، يلا خد منشفتك تفضل خلصني. لا تروح تكب حالك مي بس وترجع تحمم، تحمم عن جد. هلا ببل شعراته بالايديه وبعمل حالة تحمم. بدي احكي معك قبل ما يرجع. شوفي كريم حكاني اليوم كمان مرة. شو بده؟ عم يزن مثل العادة، عمين انه لازم تجوا، لازم تجوا على المانيا، وانه هي فرصه، وفرصه بتجي مره واحده بالعمر، واذا راحت بجوز ما ترجع تزبط كمان مره، وانه الفيزا اذا خلص موعدها خلص ما بقى يجددوا لي اياها كمان مره. وانا كل هذا الحكي يعني سمعانته مليون مره، بس هي اول مره عن جد بتضايق وبقلق شوي بعد تليفونه. شوفي في شيء؟ هلا ما بعرف اذا بس عم يحكي هيك لحتى يضغط علي ولا عم يحكي عن جد. شو عم يحكي؟ عم يقول لي انه امي خير. شو بها؟ ما صار لها شيء، بس انه روحات على المستشفى كترانه. والله جد؟ ايه السكر عم يرتفع كل شوي، وانه هي متضايقه وعم تسال عني وعم تقول له خليها تجي. ما بعرف خوفني، خوفني وحسيت بالذنب انه انا شلون تاركتهم هيك. حبيبتي لا تحسي بالذنب، أول شيء أنت بحياتك ما قصرتي معه، ثاني شيء يعني هذا قضاء وقدر، نحن ما لنا علاقة بهيك قصة بنور. بعرف قيس بعرف، بس يعني شفت شو صار فيك وقت اللي سائر الله يرحمه توفى، ما كان ذنبك، بس الواحد برضه ما بيسامح حاله. ما بدنا نحكي هيك سلمى، صاير توفى الله يرحمه، يعني هذا مثل ما قلت لك الاعمار بيد الله. عندك حق. طب شو بدك نعمل؟ بدك نسافر؟ طب وليس شو نعمل فيه؟ شلون بدنا نتركه؟ مو بس احنا صرنا اهله، يعني ولد ماله حد غيرنا، مسؤولية. تسافر معنا؟ ما بعرف شلون بده يسافر معنا؟ إلا طريقة؟ إنه بس اللي لو إلا طريقة واحدة والله العظيم بعمل أي شيء لحتى آخده معي. يعني أنا بصراحة لي فترة عم بفكر بالموضوع، يعني ما بعرف شو الحل، يعني بدنا نلاقي شيء قانوني نقدر ناخده معنا، يعني بشكل عام تنحل قصتنا كلياتها، يعني بدنا نلاقي إنه شيء له علاقة بالتبني، بالكفالة. هلا في هيك شيء؟ يعني أنت ما عندك مشكلة نتبناه؟ أنت مجنون قيس؟ عم بسألك يعني هلا أنا الموضوع كله غريب. ما هو عايش معنا، لك إيه طبعا بتبناه، ما بعرف إذا بتزبط بالأساس يعني. بس بتعرف يعني في لها أشكال، يعني إذا بتزبط بتكون أحسن شغلة بالعالم. أكيد، بس بدنا نعرف أول شيء إذا بيمشي الحال ولا مين لا. نسأل مين؟ بدنا نسأل حدا بيعرف بالقانون، بالأحوال الشخصية، بنخليهم يخلوا المحامي تبعهم يحاكينا، مين نسأل؟ بظن الأستاذ حيان بيقدر يعرف، يعني بيقدر يعرف الموضوع هذا. يا ربي أحسن شغلة بالعالم عن جد إذا زبطت. هلا إن شاء الله تزبط. أنا بصراحة فرحان كثير أشوفكم عندي بالمكتب أنتوا الاثنين مع بعض، حياكم الله. الله يخليك يا أبو سلطان. بصراحة بدي نحن جايين مشان نستشيرك بموضوع يعني. إيه تفضل آمر. يعني مثل ما بتعرف انت من فتره منيحه هيك ليس عايش معنا. ايه نعرف هالشيء طبعا، وانتم بصراحه ما قصرتوا مع ليث ورعايتكم له، بصراحه نحن نقدر هالشيء وان شاء الله في ميزان حسناتكم. ونحن ملاحظين التغيير اللي صار عليه من فتره من عاش عندكم. على العموم اذا في اي شيء مضايقكم الولد ترى نحن ممكن يعني لا بالعكس، يعني نحن بنحبه كثير لليس وبدنا اياه يضل معنا، يعني بدنا اياه يضل نحن انه فتره اطول بكثير حتى، يعني طيب. هو تقريبا ليس صار مثل ابن، يعني بالنسبه لنا نحن هيك حاسين، وبالنسبه له كمان يعني هو عم يتعامل معنا مثل كانه نحن اهله. طيب وين المشكله؟ لا بالعكس ما في اي مشكله، يعني نحن جايين لعندك لحتى نعرف يعني شو الإجراءات القانونية لحتى نتبناه؟ إنه رسمياً يعني. طيب أول الموضوع التبني، الموضوع فيه شغلة شرعية وفتاوي، نحن بصراحة مش حابين ندخل في الموضوع هذا. أما في حالة إذا أنتم ضليتوا عايشين بالمخيم ممكن ليث يكون معاكم طالما أنتم موجودين. أما في حالة قررتوا تطلعون خارج المخيم فللأسف ما راح تقدرون تاخذون ليث معاكم، لأن تحت السن القانوني. الخيارات عندكم. ماشي. عذبناك معنا يا أبو سلطان. شكراً. شكراً لك. اسمحوا لي يعني. توصونا بشيء؟ يلا السلام عليكم. الو؟ مين قيس؟ لا ليث. مين ليث؟ وين سلمى؟ طلعت مشوار هي وقيس. طيب ليك، أنا كريم أخوه. احكي لها بس لترجع ضروري تحكي مع المحامي إنه في وراء ضروري لازم تنشن عليه هون عشان موضوع الهجرة. عم تسمعني حبيبي؟ آه سامعك طبعا، بس تيجي بقول لها. إيه طيب، شكرا لك. باي. طب نحن متأكدين إنه بدنا نروح؟ نحن متأكدين بدنا نضل؟ مو كنا عم نحلم ببيت وأولاد، عم نفكر كيف بدنا نعمل لهم مستقبل، نخليهم يخلقوا ذكريات. إيه وليس ليس، أنا بدي هدول كلهم سلمى، بدي إياهم كلهم. طيب وأنا كمان. طيب فكر معي، بركي إذا سافرنا بنلاقي طريقة نجيبه لعنا، أو بنضل لحتى يصير عمره 18 سنة وبعدين. بعدين شو؟ بعدين ما بيمشي الحال. بأي صفة بدنا ناخده معنا؟ ما سمعتي أبو سلطان شو حكى لنا؟ يعني برا المخيم ما خرج نطالعه، كيف بدنا ناخده على ألمانيا؟ سكرة ما؟ سكرة. المشكلة إنه ورق السفر تقدمت، الفيزا طلعت، قربت تخلص، وإذا هلا ما بنروح رح تلتغي وبجوز ما ينفع ترجع تطلع مرة ثانية. يا بنضل هون مشانه يا بنطلع مشانه. وين كنتوا؟ كنا عند أبو سلطان، مشينا شوي. مشينا بعدها اتصل كريم. طيب؟ ما فهمتش عليه مليح، كان الصوت مش واضح، بس حتى بده يحكي معك ضروري. أنا بدي أروح على السوبر، بدي أشتري أغراض عشان أعزمكم نلعب شدة. إيه مقبولة العزيمة، ما تطول. معك مصاري؟ اي. لا تطول. شكله عرف. عادي يعني. شو عادي؟ طب حبيبتي نحن ما شفته شو عم يتصرف، ما طبيعي بالمرة. شفته عادي، نحن أول على آخر بدنا نحكي له يعني، خلص رواق رواق، ما بدك. نعم نعم، تعب كتير اليوم. على قد ما نط. شو سمى؟ شو بك؟ متضايقة حبيبتي، والله متضايقة كتير. بدك تطولي بالك. ما عم صدق شو عملت بهالولد وشو عملت بحالي. لك لا لا، ما تحكي هيك، لك انت ما عملتي شيء. لا عملت شيء، واكيد انت عم تفكر انه قلت لك من قبل. قلت لك ما تتعلقي فيه، قلت لك ما تعلقي فيكي، قلت لك هذا مو عادل وانت معك حق. لو انا رديت عليك. سلمى لحظة، ما بصير تحكي هيك، والحياة ما بتصير هيك كمان، مو بهذا المنطق. القصص أعقد من هيك بكتير. أنا إذا خطرت على بالي هي الفكرة خطرت لمدة ثانية، بس فوراً راحت. هاي لو إذا بدك تفكري فيها بهاي الطريقة عن جد بيفتل مخك. يعني شوفي كل التفاصيل اللي صارت، شوفي كل الصدف اللي ركبت ورا بعضها، كيف إجوا الجماعة وسكنوا هون، كيف اشتغلت أنا وأبو وسيم نفس المكان، توفى الله يرحمه بعدين ليس اضطر صار يجي لعندك، وأم وسيم يبطل فيها تدير بالها عليه، وبتزبط قصة ألمانيا وبصير فينا نسافر. بعد كل هاد بيجي هذا الولد اللي ما قلنا سنة بنعرفه بصالحنا. إيه كل هاي الأشياء عم تصير كرمال سبب، وما بتعرفي لسه شو جاي بالأيام كمان. سلمى أنا متأكد إنه اللي جاي أحسن، صدقيني اللي جاي أحسن. بس أنا ما بدي أتركه. وأنا كمان سلمى، وأنا كتير بحبه كتير، ما شوي بس. كمان لازم نفكر بالمستقبل يا سلمى، لازم نفكر بمستقبلنا بجدية. خلص حبيبتي، إن شاء الله رح تبكي. ما رح أبكي خلص. عن جد عن جد شي بيفتل الراس. من كتر التفكير عن جد. وين كنت؟ رحت غسلت، بدي اروح اشوف حسن، نطلع نفطر مع بعض واكمل على التمرين. ليه في اشي؟ لا ما في اشي، قلقت عليك بس. لا تقلقوش علي، أنا كبير وبعرف كيف أدبر حالي. لا لا لا، أنا ما فيني على هذا التوتر، إذا هيك بعد يوم أنا بعدين شو بده يصير فيني يا الله؟ شو في خير؟ جايبني من عز الصبح. تفضل. قول. أول إشي أنا آسف لإني صحيتك بدري. أنت بتعرف إني بصحى من الفجر. شو في يقول؟ شو؟ رئيس السلمى راح يسافروا على ألمانيا. طلع لهم رجوع؟ ما فهمتش مليح، يمكن هي طلع لها إنه أهلها هناك، هو بده يروح بده يلحقها، بعرفش. المهم اللي وراك طلعوا، وإذا بدهم يسافروا لازم يروحوا بأسرع وقت ولا بتروح عليهم. طيب شو طيب واني؟ انت شو بتضلك هون؟ خلاص انتهت حليتها؟ ليث خلينا هسه نحط المزح شوي على جنب، خلينا نحكي جد. أنا بعرف إني أكبر منك في السن، بس مرات بحس إنك من عمري. مش رح أقول لك إن اللي بصير معك إشي عادي. بعرف إنك تعلقت في سلمى وبعدها تعلقت في قيس، بس مرات الظروف بتتغير والأشياء بتخرب. فاهم، بس هو هيك حظي، كل إشي دايماً بيخرب. يعني شلون بدي أجيب لك إياها؟ يعني مثلاً مش أنت قلت لي إنه مؤيد كان بده يقتل الشلب زعتر تبع مجد؟ طيب مجد بحبه لزعتر وبده إياه يضل جنبه، بس طرده برا المخيم لأنه بحبه وبخاف عليه، بده إياه يعيش مليح. مجد عمل عكس اللي بده إياه. يعني مرات لازم تبعد الناس اللي بتحبهم عنك لأنك بتحبهم. هيك الحياة، هيك بصير لما تكبر. بديش أكبر. ما في حدا بده يكبر. يلا قوم، عليك مدرسة. قوم. مين؟ كريم؟ ايه كريمة. شو عمل؟ رد. ايه كريم، شلونك حبيبي؟ الحمد لله تمام. ليه ما حكيتي معي امبارح؟ خبرك ليس اني حكيت؟ قال لي تقبشني، بس يعني كان عندي شوية اشياء عم خلصها وبعدين الوقت كان متأخر فما حبيت ارجع اتصل. سلمى شوفي، المحامي هون ضروري يعرف شو عم يصير لأنه ما عاد في وقت. ها أنت مستوعبة إنك لو ما إجيتي على ألمانيا بأسرع وقت ممكن تلتغي كل القصة وبصير بدنا نعيد كل شيء من أول وجديد، والله أعلم إيمت رح نقدر نجيبكم. بيبي بعرف، بس يعني القصة مو كتير سهلة، في كتير إجراءات وأشياء لازم نخلصها أنا وقيس لحتى نعرف نسافر. ما عم بقدر أفهمك، لك حدا بيصح له يجي على ألمانيا ويبني مستقبل جديد وبضل قاعد بمخيم؟ طب قيس شو رأيه؟ كيفك كريم؟ كيفك؟ أنا قيس عم بسمعك. تمام حبيبي، مشتاق لك. شو قيس؟ احكي لك شي؟ لك والله متنا 100 موتة لحتى نقدر نجيبكم لهون سوا. حبيبي يا كريم، أول شي يعني أنا لازم أتشكرك، يعني عن جد مقدرين كثير الشي اللي عم تساويه، يعطيك ألف عافية. بس بصراحة في عنا هون شغلات معلقة يعني بدنا نقررها وما بتصير بيوم وليلة، يعني بدها شوية وقت، فبدك تتحملنا شوي بعد اذنك. لك يا قيس انت مثل اخي وبتعرف هالشي كثير منيح، خلينا نجتمع بقى وبكفي غربه عن بعض وشنطتها. اكيد كريم، ان شاء الله يعني قريبا هيك في اخبار حلوه بتسمعوها. طيب حبيبي، ديروا بالكم على حالكم. ماشي حبيبي، وسلم على الكل عندك. بيوصل ان شاء الله. سلم على امي كريم. ولا يهمك، تقبريني. ما عاد عارف شو ساوي والله. تعالي شوي نوم. وين؟ نحكي برا شوي. ليش لحتى نحكي برا؟ لك هيك اشرح يعني. تعال نحكي، ما في شيء. تعال. ايه ماشي. عادي. شوفي سلمى، في كثير اشياء بدي احكي لك اياها، بس بصراحه بخاف تفهميني غلط. يعني هلا رح احكي لك كل اللي براسي، بس في شغله كثير اساسيه لازم تعرفيها، انه انا بحبك واي شيء رح احكيه هو لاني بحبك. تمام؟ بتتذكري نحن موضوع المانيا حاكين فيه كثير من زمان، وانا قايل لك انه هذا الموضوع مرفوض بالنسبه لي من وقت اللي كنا بالشام، وانسي شو كانت اسبابي انا وقتها. أنا أساساً كنت مفكر إنه نحن ما رح نستمر مع بعض يعني. طلعي حواليكي سلمى، شوفي. بدك نضل هون؟ فينا نستنى شوي لحتى ليس يكبر وبعدين بنشوف شو فينا نعمل. بنسافر، بنضل بالأردن، بلاقي أنا شغل، نعمل إقامة، بتكون أمورنا نظامية، بتخلص الحرب. أكيد الحرب ما رح تضل كل حياتنا يعني، نرجع على بلدنا. بس إذا بدك هلا نسافر كرمال مستقبلنا، كرمال أهلك، أنا ما عندي أي مشكلة. بشوف الإجراءات اللي فيني أعملها وبتحمل مسؤولية هذا القرار 100%، وأنا اللي بخبر ليس. ما فيني أتركك تتحمل مسؤولية هالقرار لحالك. حبيبتي أنا ما عندي أي مشكلة بهذا الشيء. أنا عندي مشكلة. شو هي؟ بحبه كثير، ما فيني أتركه. خلص بنضل. بنضل؟ هيك خلص؟ بنضل. وهي قاعدة.